أصحاب الحسين عليه السلام من حيث الكم عدة قليلة، ولكن من حيث الكيف يمثلون أنموذجا رائعا من صفوة وخيرة عباد الله، حيث اجتمعت فيهم من الصفات ما لم تجتمع في غيرهم. صفات أصحاب الحسين كل صفة منها تمثل مدرسة تربوية، هذه الصفات تستحق الوقوف طويلا عندها. من أبرز صفات هؤلاء صفة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. صفة الإخلاص كما هو معلوم ليست بالصفة الهينة، الإخلاص لله جل وعلا صفة مهمة لا يستطيع هذا الإنسان أن يغض الطرف عنها. بعض الفضائل من الممكن أن يغض هذا العبد عنها، وإن كانت هي فضائل ولكن من الممكن أن يغض الطرف عنها، وبعضها لا يمكن غض الطرف عنها. مثلا فضيلة الاجتهاد، بلوغ مرتبة الاجتهاد ومعرفة استنباط الأحكام الشرعية من مضانها الشرعية من الكتاب والسنة هي فضيلة، ولكن كثير من الناس يغضون الطرف عنها. أما صفة الإخلاص لله سبحانه وتعالى فلا يمكن غض الطرف عنها، لا يستطيع هذا العبد أن يقول أنا سوف أعمل ولكن ليس من المهم أن يكون عملي مقرونا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، حينئذ لا يكون للعمل أي قيمة وأي وزن. الميزان في الآخرة كما هو معلوم لديكم ميزان يختلف عن الموازين الموجودة في عالم الدنيا. الميزان في الآخرة يقيس الأعمال، أعمال الفرد، لكن لا يقيسها من حيث الكم وإنما يقيسها من حيث الكيف، بينما ميزان الحياة الدنيا يلحظ الكم. أنت حينما تزن أي مادة من المواد الغذائية كلما زادت الكمية ثقل الميزان، أما في الآخرة فاللحاظ ليس لحاظ الكم وإنما لحاظ الكيف. أحيانا الكم يكون قليل جدا لكن الكيف هو الذي يثقل الميزان في الآخرة. ومن هنا تجدون هذا الاهتمام في النصوص الشريفة بمسألة الكيف في الأعمال، إتقان العمل، البركة. شوف البركة ينشد المؤمن عادة البركة في عمره، في ماله، في علمه، في ولده، في متعلقاته. من المهم جدا أن يصل الإنسان إلى البركة. كثرة مال لا بركة فيه لا خير فيه من مال، كثرة ولد لا بركة فيها لا خير فيها من ولد، واحط كثرة علم لا بركة فيه لا خير فيه من علم. البركة تتعلق بالكيف ولا تتعلق بالكم. شايفين عقد فاطمة سلام الله عليها؟ هذا الذي أصبح مضربا للمثل في البركة والخير. عقد فاطمة من حيث القيمة السوقية عادي جدا، لا تصور أن هذا العقد كان ثمنه باهظ، لا عادي جدا، عقد عادي. لكن من حيث من طوى عليه من البركة أصبح لهذا العقد وزن وقيمة عالية جدا. جاء السائل يسأل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعطه أحد، فوقف على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إني جائع فأشبعني وعريان فاكسني وفقير فاغنني أو فرشني،
فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ليس عندي ما أعطيك، ولكن الدال على الخير كفاعله. يا بلال، خذ بيد الرجل إلى دار من يحب الله ويحبه الله، خذه إلى دار ابنتي فاطمة سلام الله عليه. فجاء بلال بالفقير بالسائل إلى دار فاطمة، وقف الفقير السائل على الباب وصاح: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. فجاءت الصديقة الطاهرة خلف الباب وقالت: وعليك السلام، من السائل أو من الطارق؟ قال: جائع فأشبعوني، وعريان فاكسوني، وفقير فاغنوني. فقالت فاطمة سلام الله عليها، فقامت فاطمة عليه السلام وأخذت جلد شاة كان ينام عليه الحسنان ودفعته للسائل. فقال السائل: وما أصنع يا بنت رسول الله بجلد شاة وأنا جائع؟ فعمدت إلى عقد أهدته إياها فاطمة بنت الحمزة بن عبد المطلب، عقد أهدته فاطمة ابنة عمها الحمزة، فأخذته ودفعته للسائل قائلة: خذه وبعه وانتفع بثمنه، وبارك الله لك في ثمنه. أخذ السائل العقد وعاد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله النبي صلى الله عليه وآله: هل أعطتك فاطمة شيئا؟ قال: نعم، أعطتني هذا العقد وقالت لي: بعه وانتفع بثمنه وبارك الله لك في ثمنه. فبكى النبي صلى الله عليه وآله قائلا: والله لو وضع هذا العقد على السماوات والأرض، مضمون كلام النبي، لوسعها رحمة، وكيف لا وقد دعت إليك فاطمة بنت محمد. لاحظوا هنا البركة، بركة هذا العقد. ماذا حدث؟ عمار رضوان الله تعالى عليه يسمع، وكان قد حصل على نصيبه من الغنائم في خيبر للتو، فقال: يا أيها السائل، بكم تبيع هذا العقد؟ بكم تبيع هذا العقد؟ فقال: أبيعه بشبعة بطن وبكسوة أستر بها عورتي وبدابة أعود بها إلى أهلي. قانع المسكين، التفت إليه عمار قال: أنا أشتريه منك بمئتي درهم أو 200 دينار، الترديد من عندي، وبكسوة يمانية، وهذه دابتي تعود بها إلى أهلك. فقال الرجل: ما أسخاك أيها الرجل بالمال؟ أخذه عمار، جاء به إلى الدار، أطعمه اللحم والخبز، وكساه حلة يمانية فاخرة، وقدم إليه دابته ليعود بها إلى أهله، واستلم العقد، استلمه، طيبه، لفه في خرقة، وصاح بغلامه: يا غلام، خذ هذا العقد إلى رسول الله، وأنت والعقد لرسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء الغلام إلى النبي صلى الله عليه وآله، أخبره بما قال عمار، قال: يا غلام، انطلق إلى دار فاطمة وأنت والعقد لفاطمة سلام الله عليها. جاء الغلام إلى دار فاطمة،
أخبرها بما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فأخذت العقد وقالت للغلام انطلق فأنت حر لوجه الله. هنا ضحك الغلام، غلام ضحك ابتسم، فسألته الزهراء سلام الله عليه سبب هذه الابتسام، قال والله ما رأيت أعظم بركة من هذا العقد، أشبع جائعة وكسى عريانة وأغنى فقيرة وأعتق رقبة وعاد إلى صاحبي. شوف عقد من حيث القيمة السوقية متواضع، لكن من حيث البركة التي انطوى عليها، طبعا البركة مو في أصل العقد، البركة لما ارتبط بفاطمة سلام الله عليها، بركة انسحبت عليه من منبع البركة من الكوثر صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإسلام يهتم كثيرا بمسألة الكيف. نعم، إذن ضم الكم إلى الكيف فذلك نور على أعمال هذا الإنسان متقنة تنطوي على الإخلاص وهي كثيرة، هذا نور على نور. لكن المهم أن ينطوي العمل على الإخلاص، والإخلاص صفة لا بد من الاتصاف، لا بد لهذا العبد أن يتصف بها، لا يمكن التغاضي عنها. كيف يصل الإنسان إلى مقام المخلصين؟ هذه مسألة غاية في الأهمية، هناك خطوات عملية أشار إليها أهل البيت سلام الله عليهم للوصول إلى مقام المخلصين. لكن المسألة مو مسألة هينة كما يتصور البعض، من السهل أن يتحدث الإنسان، لكن حينما ينزل إلى ميدان العملي يجد أن المسألة غاية في الصعوبة، غاية في الصعوبة، خصوصا وأن الإنسان منذ نعومة أظفاره لا يتربى على حالة الإخلاص، من حول هذا الإنسان لا يطالبه بالإخلاص. ما أقصد المجتمع، أقصد حتى في داخل الأسرة، نطاق الأسرة، داخل نطاق الأسرة، وإلا المجتمع تحكمه القوانين الوضعية البشرية. ما حد يطالبك مثلا لما تقصد الدائرة، دائرة العمل، مسؤولك لا يطالبك بالإخلاص في العمل، يطالبك فقط وفقط بإنجاز العمل. هكذا هي طبيعة القوانين الوضعية البشرية، تنظم فقط الظاهر لا تنظم الباطن، ما تلتفت إلى الباطن، بخلاف قوانين السماء، بخلاف دساتير الإلهية، لا تلحظ فقط الخارج وتنظيم الخارج، بل تلحظ تنظيم الداخل أيضا. لهذا أسألكم سؤال، أي من القوانين الوضعية البشرية يجازي الإنسان على نيته الحسنة أو نيته السيئة؟ ماكو. لكن الإسلام يجازي هذا العبد على نيته. أنت أحيانا لا تستطيع القيام بالعمل، لا توفق للعمل الصالح لوجود مانع، لكن عندك نية حسنة فيجازيك الله عز وجل ويعطيك ثواب القيام بذلك العمل بسبب النية. بينما في القوانين الوضعية البشرية لو يوم من الأيام تغيب العامل عن العمل، أراد هو عنده نية ولكن منعه مانع، هل يقبل منه هذا العذر؟ قال لمسؤولي لا تخصم من راتبي، أنا كانت نيتي أن أتي ولكن منعني مانع. وهذه نيتك احتفظ بها لنفسك، نحن نطالبك بالحضور. فهذا الفارق الجوهري بين القوانين الوضعية البشرية والقوانين الإلهية السماوية. القانون الإلهي ينظم الإنسان باطنا وظاهرا، لهذا تشوف هي المسائل المتعلقة بالإخلاص يهتم بها الإسلام كثيرا. كيف نصل إلى مقام المخلصين؟ أو لا أقل نكون في مقام العمل للوصول إلى مقام المخلصين. ثلاث خطوات نلتقي بها في الروايات الشريفة أشير إليها بصورة عاجلة أختم. أول خطوة حب الإخلاص، والحب هنا مو مجرد الرغبة والميل العاديين، وإلا كل واحد كل عاقل يرغب في الوصول إلى الكمالات، هي الرغبة والميل العادية. أنا أعني بالحب الميل الشديد، الشوق الشديد للشيء، هذا يسمى حب، يحرك الإنسان.
فإذا علم الله عز وجل من عبده هذا الحب، الله جل وعلا يتولى تقويم عبده وسياسته، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قال الله عز وجل: ما أطلع على قلب عبد فأعلم فيه حب الإخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته وتقربت منه. يعني الله جل وعلا إذا علم الحب للإخلاص من عبده بعد ذلك يكنفه برحمته الخاصة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بذل غاية الجهد في مقام العمل. لا يمكن الوصول إلى مقام المخلصين إلا من خلال العمل. الدعوة مجرد الدعوة ما تصير الإنسان إلى مقام المخلصين، لابد لهذا الإنسان أن يبذل قصارى جهده. لاحظوا، يقول الإمام الصادق: وأدنى حد الإخلاص بذل العبد طاقته. يعني يبذل طاقته، ما في وسع. الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: لا ينتظر العبد بعد العمل وبذل وسعه في مضمار العمل، لا ينتظر جزاء ولا شكورا. أصلا لا يرى لنفسه حق المطالبة بالجزاء. ليش؟ لأن حق العبودية لله عز وجل عظيم، لا يستطيع أن يفي هذا الإنسان به، لذلك دائما يستشعر التقصير. يعني الخطوة الثالثة بعد بذل الوسع والطاقة في العمل يستشعر التقصير أمام الله عز وجل. لهذا يقول الإمام: ثم لا يجعل لعمله عند الله قدرا فيوجب به على ربه مكافأة لعلمه أنه لو طالبه بوفاء حق العبودية لعجز. حينها يرتقي هذا الإنسان شيئا فشيئا حتى يصل إلى مقام المخلصين. لكن هذه المسألة تحتاج إلى ممارسة دائمة، يعني تمرين إن صح التعبير، حتى يصل الإنسان ويسحب هذا الإنسان مسألة الإخلاص على جميع شؤونه وأعماله. كل ما قمت بعمل لا ترتجي من أحد أن يشكرك أو يقدم الثناء لك، فقط وفقط أرجو الله سبحانه وتعالى. من الجميل الرواية التي ذكرها العلامة المجلسي، تتحدث الرواية عن نبي الله موسى عليه السلام لما خرج من مصر إلى مدين. وصل إلى مدين كما هو معلوم عندكم، وشاف الناس تسقي دوابها مواشيها. لاحظ فتاتين، امرأتين، ابنتي شعيب على جنب، فتقدم إليهما سألهما فقال: نحن لا نسقي حتى يصدر الرعاء. صدر هؤلاء. هكذا هي المرأة المؤمنة العفيفة، ما تروح تزاحم الرجال. مؤمنة العفيفة ما تروح تزاحم الرجال مكان كل رجال الطب وسط الرجال، ما يصير، هذا مخالف للعفة. ولهذا هاتان المؤمنتان ابنتا شعيب كانتا تنتظران. مروءة وشهامة موسى عليه السلام أبت أن تنتظر هاتان الفتاتان، فأخذ عنهما وسقى لهما. ذهب إلى أبيهما شعيب. شعيب بعث بإحداهما إلى موسى تدعوه. فجاء موسى عليه السلام إلى شعيب عليه السلام. لكن ما الذي جرى؟ الرواية تتحدث تقول: فلما دخل موسى عليه السلام على شعيب إذا هو بالعشاء مهيئ، العشاء مهيئ يعني معد طعام عشاء، فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعشى. فقال له موسى: أعوذ بالله. قال شعيب: ولم ذاك؟ هذا شيء طبيعي،
الآن لو واحد مثلا أدى إليك خدمة وصار وقت الغداء أو صار وقت العشاء، ألا تدعو؟ تدعو، هذا شيء طبيعي، لكن موسى ينظر من زاوية غير ما نحن ننظر. كيف؟ يقول فقال موسى أعوذ بالله. قال شعيب ولم ذاك؟ ألست بجائع؟ قال بلى، ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهب. يريد يكون العمل خالص تماما لوجه الله. فقال له شعيب لا والله يا شعيب، ولكنها عادتي وعادت آبائي، نقرئ الضيف ونطعم الطعام. يقول الراوي فجلس موسى يأكل. لاحظ، إذن هذا المؤمن إذا أراد أن يصل إلى مقام المخلصين فعليه أن يأخذ بهذه الخطوات. وعدنا نماذج حية رائعة جدا، وهم شهداء الطف، شهداء الطف من أصحاب الحسين سلام الله عليه. هؤلاء صفوة من الخلق، نعم يتفاوت بعضهم عن البعض الآخر. أبو الفضل العباس له مقامه الخاص بأبيه وأمي، ليش؟ لشدة إخلاصه. الإخلاص درجات، إخلاص أبي الفضل العباس لم يصل إليه الدرجة التي وصل إليها من الإخلاص، لم يصل إليها أحد من أصحاب الحسين سلام الله، بل كثير من الشهداء. الشهداء يغبطون أبا الفضل العباس يوم القيامة، يوم القيامة يغبط الشهداء أبا الفضل العباس سلام الله عليه على ذلك المقام لشدة إخلاصه لله عز وجل. أيضا من أصحاب الحسين المخلصين حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الشيخ الكبير عمره 75 سنة ذكر في المصادر، قيل أكثر، لكن المشهور أن عمره كان 75 سنة. هذا كان من أصحاب رسول الله كما قيل في بعض المصادر، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وآله، المصادر تقول روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وكان من خواص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله، لزم أمير المؤمنين، وكان مع الإمام أمير وشارك في جميع حروب الإمام سلام الله، في الجمل، في صفين، في النهروان، كان حبيب بن مظاهر مع الإمام صلوات الله وسلامه، وقد وعده الإمام وبشره بالشهادة، فكان ينتظر على أحر من الجمر، ينتظر على أحر من الجمر هذه الساعة التي يراق دمه في سبيل الله فيها. فالحسين سلام الله عليه أعد راية، هي راية، لما وزع الرايات استثنى راية وأسندها إلى طرف الخيمة، فلما تطاولت إليها الأعناق قال أنتم لها كف، ولكن لهذه الراية رجل يركزها في صدور القوم. في اليوم الثاني من محرم نزل الحسين أرض كربلاء، فاجتمعت جيوش 30,000 على أقل تقدير، امتلأت أرض كربلاء. زينب عليه السلام نظرت، شوف الحسين في عدة قليلة من أصحابه، قلة تنظر من حولها، ترى جيوشا جرارة اجتمعت لقتال الحسين، تروع قلبها،